يقول السائل: هل إذا مرضت زوجتي هل أذهب بها إلى راق له تجربة أم أرقيها بنفسي، مع العلم أنه ليست لي تجربة في هذا الميدان؟ إذا كان الراقي معروفا بالديانة وسلامة العقيدة وأنه يرقي بالطريقة الشرعية تذهب بها إليه، لكن تكون متسترة ولا يخلو الراقي بها، تكون معها تحضر معها، وأيضا الراقي ما يلمسها ولا وإنما يرقيها بدون مس وبدون لمس للمرأة.